تلاميذي في الصف الخامس الأساسي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نلتقي اليوم لنشرح درساً جديداً في القواعد تحت عنوان المضارع المنصوب، الفتحة الظاهرة والمقدرة. قبل أن نبدأ بالدرس علينا أن نتذكر أقسام الكلام. أقسام الكلام ثلاثة هي الاسم والفعل والحرف. الاسم هو كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو شيء، إنسان كفادي، حيوان كأسد، شيء كقلم. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الكلام وهو الفعل. ما هو الفعل؟ الفعل كلمة تدل على حدث مقترن بزمن محدد، وهو ثلاثة أنواع: ماض، مضارع، أمر. الفعل الماضي يدل على عمل حدث في الزمن الماضي، مثال: لعب الأولاد في الحديقة. الفعل المضارع يدل على عمل يحدث في الزمن الحاضر أو في المستقبل، مثال: يلعب رامي الآن بالكرة، سيلعب رامي بالكرة غدا. فعل الأمر هو الفعل الذي نطلب به إلى من نخاطبه أن يفعل شيئا ما، مثال: اغسل يديك قبل الأكل. القسم الثالث من أقسام الكلام وهو الحرف. الحرف كلمة لا يتم معناها إلا في الجملة، مثال: وضعت أم الإبريق على الطاولة. لنتأمل هذه الصورة. ماذا تمثل الشخصية الظاهرة في الصورة؟ تمثل الشخصية الظاهرة في الصورة لصاً. ماذا نصب هذا اللص النصاب وحمله على ظهره؟ نصب هذا اللص النصاب الفعل المضارع. ما المفاتيح التي استعملها ليفتح الخزنة وينصب الفعل المضارع؟ المفاتيح التي استعملها ليفتح الخزنة وينصب الفعل المضارع هي أن، لن، كي. والآن هيا بنا كي نتعرف إلى المضارع المنصوب. سأقرأ هذا النص، أصغوا جيدا. صرحت رئيسة المؤتمر: لن أضجر من إنتاج الأفلام عن الحيوانات، ولن أتوانى عن نشر الكتب عنها، فقد قررت أن أنمي معلومات الناس عنها وأن أسمي ذلك درب المعرفة، وذلك كي يستطيع الجميع المساهمة في حمايتها من الانقراض على أمل أن تغدو آمنة في عيشها. أحبائي، نختار من النص لن أضجر. لن أضجر. ما الحركة الظاهرة على آخر الفعل المضارع أضجر؟ الفتحة. ما حركة آخر الفعل المضارع في الأصل؟ أضجر، الضمة. أحبائي، الفتحة في الأصل علامة رفع أم نصب أم جر؟ علامة نصب. ما الذي سبق الفعل المضارع أضجر حتى صار منصوباً بدل أن يكون مرفوعاً؟ لن أضجر، لن. أفعل لن أم اسم أم حرف؟ حرف. لنراقب معاً كي يستطيع. ما حرف النصب الذي نصب يستطيع؟ كي. وما علامة نصبه؟ الفتحة. نختار من النص أيضاً أن أسمي أن تغدو. ما حرف النصب الذي نصب أسمي وتغدو؟ أن. وما علامة النصب فيهما؟ الفتحة. هل ظهرت الفتحة على الياء والواو أم قدرت؟ ظهرت الفتحة على الياء والواو، أسمي تغدو. لماذا؟ لأن الحركة خفيفة، أن أسمي أن تغدو، تظهر الحركة لخفتها. ماذا نسمي الأحرف أن، لن، كي؟ إذن ولماذا؟ الأحرف أن، لن، كي تسمى أحرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع. متى ينصب الفعل المضارع؟ إذن وما علامة نصبه؟ ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد أحرف النصب، وتكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تلاميذي،
نختار من النص أيضاً لن أتوانى، لن أتوانى. ماذا سبق الفعل المضارع أتوانى في لن أتوانى؟ لن. ما هو الحرف لن؟ الحرف لن حرف نصب. أحبائي، هل ظهرت علامة النصب الفتحة على آخر الفعل المضارع أتوانى أم بقيت مقدرة؟ لم تظهر، الحركة بقيت مقدرة. هل تظهر الحركة عادة على الألف أم يتعذر ظهورها؟ نعم، لا تظهر الحركة على الألف بل يتعذر ظهورها. أحبائي، سأخبركم أمرا. إذا انتهى الفعل بألف لا يقبل أي حركة إطلاقا، لأنه حرف عليل مريض. وهل نستطيع أن نضع حملا فوق المريض العليل؟ بالتأكيد لا. إذا الألف لا تقبل الحركة أبدا. ما علامة نصب الفعل المضارع المنتهي بألف إذن؟ علامة نصب الفعل المضارع المنتهي بألف هي الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. أحبائي، نستنتج الآتي: ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد أحرف النصب. من أحرف النصب أن، لن، كي. علامة نصب الفعل المضارع في الأصل الفتحة الظاهرة على آخره، مثال: كي يستطيع أن أسمي أن تغدو. الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، مثال: لن أتوانى. والآن سأصرف الفعل المضارع المنصوب لن يسافر مع الضمائر الغائب الغائبة، المخاطب المخاطبة، المتكلم المتكلمة. هو لن يسافر، هما لن يسافر، هم لن يسافروا، هي لن تسافر، هما لن تسافر، هن لن يسافرن، أنت لن تسافر، أنتما لن تسافر، أنتم لن تسافروا، أنت لن تسافري، أنتما لن تسافرا، أنتن لن تسافرن، أنا لن أسافر، أنا لن أسافر. نحن للمثنى المذكر والمؤنث لن نسافر، نحن لجمع المذكر والمؤنث لن نسافر. إعراب نموذجي: أن تزور، كي يلتقي، لن ينسى. أن يزور، أن، نعم، حرف نصب ينصب الفعل مضارع يزور، فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كي حرف نصب ينصب الفعل المضارع يلتقي، هل ظهرت الفتحة على آخر الفعل؟ نعم. إذن فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن حرف نصب ينصب الفعل المضارع ينسى، هل ظهرت الفتحة على آخر الفعل؟ كلا. إذن
فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. وهكذا يا أحبائي نكون قد تعرفنا إلى المضارع المنصوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.